ما يخص الاهلي، ما يخص الزمالك، الزمالك سريعا قبل الفاصل، الزمالك فتح القيد، ادارته نجحت انها تفتح القيد، عمل صفقات الفتره اللي فاتت جيده، كان انت عندك وجهه نظر مختلفه، قلت الصفقات عدد كبير منها في حته واحده، ولكن الناس دلوقتي شايفه وكلها بتنادي ان الزمالك محتاج كواليتي صفقات مختلف طبعا للسنه الجايه، لان احنا شفنا تفنيشه الدوري او اداء في بعض الماتشات جيده وبعض الماتشات لا، مش ده الاداء اللي ممكن يخليك السنه الجايه تنافس على كل البطولات. صحيح، يعني الزمالك لازم يبقى محدد جدا في اللعيبه اللي هيجيبها، الزمالك محتاج راس حرب اجنبي جامد، الزمالك محتاج جناح بيعرف يلعب في الناحيتين، ناحيه اليمين وناحيه الشمال، الزمالك محتاج لعيب في نص الملعب، لعيب دولي بيعرف يلعب 6 و8، ومحتاج مساك وجول كيبر، 5 لعيبه انت محتاجهم، واعتقد هو ده الاداره شغاله عليه في الفتره. ليه انت جيت على عواد وقلت لا ما يعني ما فضلش ان يكمل في الزمالك؟ والله لان عواد يعني اول حاجه ما قدمش كمستوى فني في الفتره الاخيره والفتره اللي شارك فيها ما يشفع له ان هو يستمر في الزمالك، الزمالك كبير لازم عشان النهارده تفضل موجود في الزمالك وتجدد عقدك لازم تكون في افضل مستويات ليك. الناحيه الثانيه ان هو يعني فقد تركيزه، موضوع التجديد بتاعه وفتح ملف التجديد والعقد بتاعه لما خلص فقد تركيزه كمان في المنافسه. فلما جيت اتسالت هل انا بفضل ان عواد يكمل ولا لا، قلت النهارده صبحي شغال بشكل كويس، لازم تشوف الاختيارات الثانيه، الاختيارات الثانيه اللي تقدر ان انت تكمل بيها. طيب ليه عواد مش الاختيار المناسب بالنسبه لي ان هو يكمل في الزمالك؟ عواد انا ضربته في الاسماعيلي وضربته في الوحده، وهو عواد يا هتلعب يا هيلعب يا اما يبقى مش موجود، لان عواد لما لا هو متعود ان هو بيلعب حد يدبدب وراه، ولا هو متعود انه ما يشاركش، لما بيشاركش هو مخه مش معاك نهائي، ودي مش سمات حارس المرمى بتاعت فريق كبير. فانا سعيد جدا ان الزمالك جدد لصبحي، وسعيد جدا ان صبحي يعني قبل الاصابه ربنا يشفيه صبحي وقف على رجله مره تانية، ودلوقتي لازم يبقى فيه حارس مرمى تاني عنده خبرات، انا بتمنى ان هو يكون جنش، يعني انا نفسي ان جنش يرجع الزمالك مع الحراس الصغيرين. الشناوي محمود الشناوي ظهر بشكل جيد جدا، لسه صغير في السن، ولكن في يعني حارس مبشر وحارس عنده شخصية الزمالك، في اعتقادي الشخصي ان هيبقى صبحي حارس عنده خبرات كبيرة والشناوي يكون موجود معه. طيب ناس كتيرة بتقول ان زيزو مشروع زملكاوي لازم يبقى موجود في الزمالك بغض النظر عن الارقام، وناس بتقول لو جاب ارقام معينة يطلع، وناس قالت ان هو طبيعي في الاحتراف ان هو ياخد رقم مختلف عن الفرقة، وناس قالت ان ده ممكن في اوضه اللبس تبقى قصة مختلفة. لا زيزو في مكان تاني واستحق كل جنيه يدفع له، اثبت كده عبر السنوات انه احسن لعيب في مصر. زيزو النهارده يعني تاثيره زي ما قلت لك مش في الملعب بس، زيزو تاثيره في اوضه اللبس، وبعدين زيزو لعيب بيعرف يطور من نفسه كل سنه، ولعيب ارقامه بتتحدث عنه، النهارده بتتكلم على واحد من هدافين الدوري في المواسم. عايز اسالك سؤال جريء، انت لو مسؤول في نادي الزمالك توصل عقد زيزو لكام بالارقام اللي انت سمعتها من جوه ومن بره ومن المحبين؟ والله يعني الزمالك يعني بيعرف يتصرف، مفهوم الزمالك فيه فلوس بيعرف يدخلها بره العالم، وفي محبين وفي ناس كتير وفي اداره محترمه. انا بتكلم على الارقام، يعني سمعنا يعني مؤخرا يستحق سيف كل جنيه دفع له، يعني 70 80 90 ارقام، دي ارقام طبيعيه، لان الارقام دي بتخض الناس، هو برضه الراجل بيجي له 3 مليون دولار بره. ما اعتقدش ان في الارقام دي، يعني في يعني ما فيش يعني في رقم معين بياخده وهو بيمضي، ممكن يكون من احد المحبين زي ما انت بتقول، احد رجال الاعمال اللي عايزين يدعموا النادي وعارفين مدى اهميه وجود زيزو مع الفريق. لكن السؤال الاهم يا سيف، هل الفلوس تبوظ زيزو؟ لا زيزو عنده انا بقى انا شاهد عيان على القصه دي، زيزو الراجل ده بيعمل اوض كبيره وربنا يديله الصحه، وعنده جيم، عنده توازن نفسي كبير جدا عليه. لا اب عنده عيله، عنده اب ذكي جدا بيعرف يدير له فلوسه بشكل كويس. زيزو يستحق كل جنيه. زيزو في حته تانية الحقيقه. ما يخص شيكابالا وقرار
موسمه الاخير ما زال قرار شيكابالا ولا احيانا ممكن يبقى قرار اداره نادي؟ لا لا، قرار شيكابالا. شيكابالا قدم للزمالك ما يشفع له ان هو يختار الوقت اللي هو يوقف فيه. وانا شايف ان يعني شيكابالا ابتدى ان هو يخش مره تانية. كان مصاب على فكره، اصابه صعبه جدا. لو انت تنصحه شايف ان ممكن الوقت يكون قد ايه؟ هو اللي يقرر. لا انت تميل لنصيحه يعني، مش قرار يعني. يعني طول ما هو واقف على رجله يلعب. مين 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 نص شيكابالا؟ وشيكابالا دلوقتي بعقليته هو عارف ان هو ما بيلعبش كل ماتش، عارف ان هو بياخد اجزاء من المباريات وفي ماتشات معينه بيبدا فيها. وزي ما بتكلم على عزيزه ومدى تاثيره في اوضه اللبس وتاثيره على اللعيبه الصغيره، شيكابالا ملهم لكل الولاد الصغيره وكل اللعيبه الصغيره اللي طالعه في النادي وكل اللعيبه اللي بتنضم للنادي. انا عن نفسي اتمنى ان شيكابالا يبقى في الملعب اطول فتره ممكنه علشان نفضل نستمتع بيه. الزمالك راجع الموسم اللي جاي المنافسه على كل بطولات، ولا دي محتاجه نقط كتير؟ لا لا، لازم الزمالك لا يصح ان الزمالك يفنش ثالث ورابع ويشارك في الكونفدراليه. مع احترامي الكبير، الزمالك كان في وقت الجمهور قابل الكلام ده بسبب الظروف اللي بيمر بيها النادي. مجلس الاداره يشكر ان هو قدر ان هو يعدي بالنادي ويعدي بالفريق بالمرحله الصعبه دي، لكن السنه اللي جايه جمهور الزمالك مش هيقبل الا على المنافسه او المنافسه على كل البطولات. انا بقول لحضراتكم ان شاء الله باذن الله ما تقلقوش على الزمالك. الزمالك مع ادارته الحاليه قادر ان شاء الله باذن الله يرجع ينافس، لان حلاوه الكوره اهلي وزمالك، وبالتوفيق طبعا لكل الانديه الباقيه، ولكن هي دي المتعه. ان شاء الله يرجع ويكسر الدنيا ويمتع جمهوره مع النادي الاهلي وكل الأندية.